عبد الناصر عايش، عايش بشعبه العظيم ده. ان شاء الله ربنا يتم هذه الثوره، لان هي اهدافها هي كرامه الناس، نفس الهدف اللي عبد الناصر ناضل طول عمره عشانه. في طعم حلو، طعم طعم الثوره، طعم الانتصار. هل في مصر هتشهد لعيب يروح في مصر ثاني زي عبد الناصر؟ مصر ولاده طول عمرها. Thank you.